يا مساء الخير، موجودين شارع أمير سلطان وتحديدا حي الخالدية، نفس المجمع اللي فيه بنك سامبا. وتغطيتنا لهذا اليوم حتكون لكافيه جرابري، وكمان حنقدم لكم خصم 30%. وهذا المكان من الداخل، عندنا هنا مجموعة من جلسات بالدور الأرضي. واللي يبغى الهدوء والروقان ممكن يجلس هنا بالجلسات بالدور العلوي، تقدر تذاكر أو تجيب اللابتوب وتشتغل عليه. فكرة المطعم مستوحاة من المطاعم الأوروبية، تستمتع وتعيش التجربة بنفسك، والخدمة ذاتية. أول حاجة تاخذ الصينية أو التبسي، وبعد كذا تختار المنتجات اللي تناسبك. بيقدموا هنا تشكيلة من أنواع السلطات، عندكم سلطة الكيل والسيزر بالإضافة للسلطة المكسيكية. خلونا نروح ونختار هنا سلطة الكيل. وبيوفروا كمان مجموعة من السندوتشات، عندكم سندوتشات التونة بالإضافة لسندوتشات الدجاج والكلوب ساندويتش وغيرها من السندوتشات. خلوني أروح على ساندويتش الدجاج. وبيقدموا كمان تشكيل من المشروبات والعصيرات، نروح على عصير البرتقال ونختار كمان الحلا. وبعد كذا تاخذ طلباتك وتروح عند الكاشير وتحاسب. والحلو كمان انه موفرين هنا الميكرويف عشان تسخين السندوتشات. وغير المنتجات اللي صورنا لكم هي في الثلاجة، بيقدموا كمان هنا تشكيل من الحلويات، عندكم هنا البراونيز بالإضافة للمافن، بيقدموا هنا بنكهات مختلفة، وعندكم هنا الكوكيز بالإضافة للبروكيز، عبارة عن براونيز مع الكوكيز. وعندهم هنا كمان كورنر خاص بالقهوة، بيقدموا هنا القهوة المختصة بجودة عالية. طبعا هم يوميا بيفتحوا بفترة الفطور وتحديدا من الساعة 7:30 صباحا، وبيقدم وجبة الفطور، عندكم هنا English breakfast بالإضافة American breakfast. وعندكم هنا سندوتشات مميزة بيقدموها طوال اليوم، عندكم هنا shrimp roll بالإضافة lobster roll، طبعا كلها تكون هنا بخبز البريوش. وأضافوا كمان البرجر على المنيو، عندكم هنا البرجر بخبز السبايسي، وهنا بخبز البراون، وهذه بخبز البطاطس. بالنسبة لسعر الوجبة 42 ريال، وتقدروا تاخذوا البرجر ب 29 ريال. تجربة جميلة استمتعنا فيها اليوم، ننصحكم أكيد بزيارة هذا المكان وإنكم تستفيدوا من خصم 30%.